مشوار التمثيل ازاي؟ بدأت مشوار التمثيل بعد ما عملت وانا صغيرة الأفلام والحاجات دي كلها، عملت ملك التاكسي وبنات الثانوية ورفق أيها الأبناء وسيد حاجات زوجتي كتير جدا. حرامي واثنين لصوص. وبعدين جيتي بقى في ال لا، المفارقة اللذيذة جدا ان انا أيوة. عملت مدافع المفروشة الايجار لما كبرت، برضو مع الاستاذ محمود ياسين ومدام نجلاء فتحي. ياه. فكنت عملت، يعني اشتغلت معاهم وانا عندي 6 سنين، واشتغلت كان معاهم في وانا ايه؟ عندي 21 سنة مدافن مفروشة لا للإيجار. وانت صغيرة كان ايه؟ حب أحلى من الحب، حب أحلى من الحب وسونيا والمجنون. وسونيا والمجنون. طبعا. حسيتي بإيه بقى؟ انت عمالة تقابلي ناس كبار، فنانين كبار، مخرجين كبار، والناس كنت بتشوفيهم أقصى حاجة في السينما أو في أنا ما هو أنا لحقت أشوفهم، أنا ما لحقتش أشوفهم. أنا الناس دي شفتهم بعد ما اشتغلت معاهم، يعني فاهم ازاي؟ ايوه يعني مثلا انا وانا صغيره اشتغلت مع مدام نجلاء فتحي وهي بتزعم من مدام، وانا كنت بقول لها اول ما دخلت بقى مدافع فرشه الايجار، كنت بقول لها يا طنطو يا انكل. فروحت بقى انا في مدافع فرشه الايجار كبيره بقى 21 سنه، ويا طنطو قلت، لقيت لي خلي بالك الاستاذ محمود بيزعل قوي ان انت تقولي له يا انكل وكده. قلت له الاستاذ محمود برضو برضه ماشي استاذ يا محمود زهره. برضه ربنا فمن يديها ساعتها الصحة. بقى ربنا يديها الصحه، من ساعتها اقول لها يا زهره وكده. لكن اللي انا عايز اقوله لك اني انا بعد ما اشتغلت مثلا في حب احلى من حب، ابتديت الممثله اللي كانت معايا اللي هي نجلاء فتحي العظيمه دي اشوفها بقى، تابع اعمالها في التلفزيون، يعني لما تيجي، يعني ابتديت اعرفهم من بعد ما اشتغلت معاهم. ودي ما المفارقه انت قاعده بتشتغلي ليل نهارك، الغريبه. عايزه تتفرجي على التلفزيون فين؟ طبعا. يعني اول مسلسل بقى حسيت ان هو بقى حاجه مهمه، ليله القبض على فاطمه، طبعا. دور راويه. طبعا. من الاعمال اللي يعني، وكان فيها ست امينه رزق رحمه الله عليها. لا، وكانت عيشه بقى في اليونان، يعني انت بتتعلم كمان. خلي بالك سفرياتنا اللي كانت واحنا صغيرين بره دي في اليونان، او في، انا ما رحتش بصراحه عجمان ولا دبي، كان كل شغلي في اليونان اول ما ابتديت، يعني كانت نهايات اليونان، يعني كانت بتبتدي تخلص. يعني عايز اقول لك كنت بتتعامل، بتتعلم قدام الكاميرا وورا الكاميرا، من اللي قدامك. وده الاهم طبعا. ابي ما عصبش عليا ان انا اتجوز سيف. سيف؟ مش ده العريس اللي جيت هربانه منه بالليل وقلت لي؟ ايوه، بس ما كنتش لسه فكرت. وفكرتي؟ ايوه فكرت. فكرت لقيت ان الانسان بتجيله فرصه العمر مره واحده بس، يا يعيش يا يموت. وانا بصراحه اخترت ان اعيش. ايوه، النهارده هتجوز، بكره هتجوز، زي اي بنت مسنها للجواز. لكن الجوازة دي جاتني بدري، لكن فرصة. أبقى عبيطة لو ضيعتها. تفوتي دراستك بعدنا؟ هكمل دراستي في باريس. تتجوزي راجل ما تعرفوش وتسافري؟ تسافري مع راجل ما تعرفيش عنه حاجة؟ السفر أعرفه على حقيقته. قدري إن حياته دي ما جاتش على هواكي. تشتكي لمين وجعتك في بلد مالكيش فيها لا أخ ولا أخت؟ مين اللي قال إن دي فرصة عمرك يا هبلة؟ يا راوية، يا راوية ما تشتريش سمك في مية. أنا مقتنعة يا قمر. مقتنعة؟ مقتنعة إنك تسافري على عماتي؟ ولو مانيش مقتنعة خلاص، الكتاب انكتب. ينفك اللي كتبه يفكه. أنا هكمل مشواري وأنا وبختي. ما تميليش بختك يا بنت، مش هرجع يا فاطمة. فاطمة، حتى قولي تقبل استكترتيها عليا يا راوية؟ قد كده؟ قد كده مسح عقلك أمان؟ يا قبلني. بس يا بنتي ملوش لزوم الكلام. طول عمري اقول اللي ياكل لقمه من لقمه امين الحرام يتسمم بدنه بالبلاده وقساوه القلب، ولاجل حظي تنزل على قلب الغشاوه واسيبك تاكلي من لقمته. خساره، خساره شقاك يا فاطمه. يا قبل انا عايزه اقول، بس لا تقولي ولا تعيد يا بنتي. سافري وتغربي وجربي قسوة الفراق، يمكن ربنا يكذب ظني وتتهني. أرجوك يا رب، أنا مش عاوزة أسافر وأنت زعلانة مني. يعلم ربنا إن قلبي تعيرك. يكفيكي شر نفسك وشر اللقمة الحرام وقسوة الغربة. أبلا القبض على